شخصياً أنا ما عانيت من 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 موضوع الفراغ القصري خلال كورونا، ولكن هل شفت حوالي قصص كثير؟ وهي ناس أعرفهم مثلاً كانوا مسافرين وما قدروا يوصلون بلدهم بسبب المطارات، فهواي ناس حوالينا عانوا، وكل اللي نقدر نقوله أنه هاي إن شاء الله أزمة وتعدي وتصير كلها ذكريات. بصراحة أكثر مخاوف اللي صارت عندي من موضوع الكورونا والفراق وكذا هو صار عندي تخوف من السفر. شغلي بطبيعة الحال كان فيه سفر كثير، وطبعاً ما أقدر أسافر لأنه أخاف إذا سافرت مكان ممكن أي لحظة because of the pandemic يوقفون السفر، توقف المطارات وأعلق ببلد وأصير بعيدة عن زومي وزوجي، فكلش ده أخاف. فأتمنى ترجع الحياة مثل ما كانت حتى نقدر نسافر بدون خوف.